العيد في زمن الحر، قصص متراكمة وآلام بعضها فوق بعض، عيد بلا ملامح واضحة وفرحة يعترضها الكثير من الآلام. أب يعجز عن رسم الفرحة في وجوه أولاده، فما هو العيد إذن بالنسبة لهم وله؟ أم تبحث بين ملابس أطفالها عن الأفضل حالا، تغسله وتكويه في خطة إضرارية لتدارك ما يمكن تداركه من فرحة العيد، نموذج لغالبية اليمنيين ذاك الواقعين في شباك الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة. فالموظفون الذين كانت تسعفهم إكرامية رمضان في هكذا مناسبات صاروا بلا رواتب منذ 9 أشهر، والتجار وأصحاب الأعمال الحرة أصبحوا بحكم المفلسين إلا من رحم الحوثي. عندما تتقزم أحلام الناس في العيد من شراء الملابس الجديدة وجعالة العيد إلى الحصول على الخبز والماء، ومن زيارة الحدائق إلى زيارة السجون لرؤية أهاليهم، يصبح العيد ليس سوى مناسبة لمضاعفة القهر واستحضار الأوجاع. الزبيب واللوز وبقية المكسرات التي كانت تباع في برامل ضخمة في معظم شوارع المدن أصبحت اليوم تباع بكميات ضئيلة، وصار واضحا أنها أصبحت فرض كفاية إذا قام به المستفيدون من الحرب سقطت على عامة الشعب. الملابس هي الأخرى ازدهرت فيها البساطات التي تبيع بأسعار رخيصة على حساب بضائع أصحاب المحلات القديمة والمعروفة، والذين يواجهون عزوفا كبيرا بسبب ضعف القوة الشرائية لدى الناس. التجار يتحججون بارتفاع سعر الدولار وتزايد تكاليف الاستيراد، والانقلاب لا يخجل من التملص عن مسؤولياته فيهرب من التزامات المواطنين إلى وعظهم بعدم لبس الجديد، ذلك الذي لا يستطيعونه أصلا. كثيرة جدا هي آلام اليمنيين المحتقنة في هذا العيد، وشحيحة جدا هي تلك الابتسامات التي تجسد وجه اليمني السعيد كما حملته الروايات، لكن بهجة الأطفال وحدها من تحاول مقاومة هذا البؤس العابر من أقصى اليمن إلى أقصاه.